ازاي نطبق الستيفنس ميثود لبيم، ده اللي هنشوفه في الفيديو اللي بين ايدينا، على ستراكشر استاتيكالي ديتيرمينت، يعني اقدر احله بالاكوليبريم ايكويشنز. لو خدت المومنت عند النقطه دي اللي هي ايه مثلا، هيبقى البي واي في 2 ناقص 5 في 4 يساوي 0، يطلع البي واي ب10، وبالتالي يطلع الاي واي اللي تحت ب5، وده اللي هنجيبه باستخدام الطريقه الطويله دي. بس طبعا الاساس ان احنا بنحل indeterminate structures. الاول نسمي النودز، ادي 1 2 3، الممبرز من 1 ل2 السهماشي يمين ده 1، من النود 2 للنود 3 الممبر رقم 2، وده النير وده الفار السهماشي يمين. حطينا الاكس كده والواي لفوق عند اقصى نقطه في اليسار بحيث كلها تبقى بوزيتيفز. نسمي دلوقتي الديسبليسمنت، النقطة دي فري اند فعندها روتيشن وعندها فيرتيكال ديسبليسمنت، الروتيشن 1 والفيرتيكال ديسبليسمنت 2. لو جينا هنا هنلاقي بس روتيشن مفيش فيرتيكال ديسبليسمنت، فتديته 3، هنا 4 لأن في روتيشن، الخمسة والستة بأي ترتيب، هنا وهنا مفيش فيرتيكال ديسبليسمنت، فالاتنين دول معروفين بصفار. بالنسبة للنون ابلايد فورسز، الواحد مفيش أي مومنت روتيشن، مفيش يعني أي ابلايد مومنت، مفيش اكسترنال مومنت فصفر، لكن في عندنا فيرتيكال لود لتحت بسالب 5 فصفر مع سالب 5، هنا مفيش ابلايد مومنت فصفر، ولا هنا فصفر. الفورس هنا وهنا هيكونوا النون، وبالتالي دول بس النون. نكون الممبر ستيفنس ماتريكس طوله 2، طلعت الاي اي بره تبقى 12 اي اي على ال تكعيب، طلعت الاي اي يبقى 12 على 2 تكعيب يعني على 8، يطلع 1.5. هنا 6 اي اي على ال تربيع، طلعنا الاي اي يبقى 6 على 4 ب1.5. هنا نفس الشيء، نفس القيمه اللي هنا اللي هي 6 اي اي على ال تربيع، وهنا 4 اي اي على ال، يعني 4 على 2 فيها 2، وهكذا. طبعا الستيفنس ماتريكس للممبر 1 والممبر 2 متماثلين، نفس الطول ونفس الاي اي، نجمعهم مع بعض عشان نكون الاستراكشر ستيفنس ماتريكس. نجمع الاثنين دول طبعا الحدود المتشابهه، نجمعها مع بعض، يعني مثلا الكي 1 1 مثال، هنا مفيش 1 مع 1 لكن هنا في 1 مع 1 1 مع 1 تطلع 2، مثلا 5 مع 5 5، هنا في 1.5 وهنا في 1.5 يبقى 3، وهكذا. ده المثال اللي بيقوله هنا، كل طبعا حد مع ما يقابله من الحد الآخر لكل الممبرز، ونجمعهم كلهم في بيم ستيفنس ماتريكس واحدة. دول نون ابلايد فورسز، هاخد خط ابتدي هقسم كده، دول 4 يبقى 4 في 4، وهنلاقي 4 النونز في الديسبليسمنت. المعادلة الأولى أو الصفر بتساوي، طالما صفر يبقى أسيب الـ AI دي، أو الـ 2 دي 1 ماينس 1.5 دي 2 زائد دي 3 زائد صفر. ماينس 5 هتساوي AI، أو ماينس 5 على AI بتساوي ماينس 1.5 دي 1 بلس 1.5 دي 2 ماينس 1.5 دي 3 ومفيش دي 4. الصفر بيساوي دي 1 ماينس 1.5 دي 2 بلس 4 دي 3 بلس دي 4، واخر 0 هنا بيساوي دي 3 بلس 2 دي 4. صار عندنا اربع معادلات في اربع مجاهيل، المعادله الاولى فيها دي 1 ودي 2 ودي 3، والثانيه كذلك، الثالثه كذلك، وفيها دي 4، الاخيره فيها دي 3 ودي 4. نخلي مثلا الدي 4 بتساوي ماينس دي 3 اوفر 2، حطها هنا. عندنا ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل، مود 5 2 ندخل الكوفيشنتس بتاعت ال 3 equations، يطلع لنا الاربع قيم للديسبليسمنتس زي ما احنا شايفين. نقدر نستخدمها عشان نجيب ال Q5 وال Q6 المجهولين اللي هم السبورت رياكشنز. Q5 بتساوي 1.5 دي 1 ماينس 1.5 دي 2 مفيش دي 3 ماينس 1.5 دي 4، وال Q6 هتساوي 1.5 دي 3 بلس 1.5 دي 4. ده اللي عملته تحت.
هنا وطلعنا السبورت رياكشنز، طلع 10 زي ما حسبناه بالستاتيك كويشنز، وطلع عند كيو 6 في الاخر ماينس 5 كيلو نيوتن. يعني احنا لفينا لفه، طبعا جبنا حاجات احنا عارفينها، ولكن ده ينفعنا في الاستاتيكالي انديترمينت ستراكشرز في الامثله القادمه.